بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى يحب لعباده الاجتماع على البر والتقوى ويكره لهم التفرق والاختلاف. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لأن التفرق رحمة، التفرق عذاب والاجتماع رحمة، فالتفرق عذاب والاجتماع رحمة، والله يريد لعباده الرحمة ولا يريد لهم العذاب. ولذلك شرع لهم اجتماعات يومية واجتماعا أسبوعيا واجتماعا سنويا على عبادته سبحانه وتعالى، من أجل أن يتربوا على الاجتماع والتآلف، ويرى بعضهم بعضا ويلتقي بعضهم ببعض. فشرع لهم الاجتماع في المساجد للصلوات الخمس، وصلاة الجماعة للصلوات الخمس واجبة وليست سنة فقط، إنما هي واجبة، فمن تركها ترك صلاة الجماعة متعمدا من غير عذر فقد عصى الله سبحانه وتعالى وتوعده الله بالوعيد الشديد. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب أو فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. والله جل وعلا أوجب الاجتماع لأداء الصلوات الخمس في اليوم والليلة في الحارات، وأمر اتخاذ المساجد في الدور، يعني في الحارات، لأجل أن يجتمع أهل الحارة. ما بالكم إذا اجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات ولقي بعضهم بعضا؟ تكون بينهم الألفة والتواصل والتراحم، يتفقد بعضهم بعضا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإنهن من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم
كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه حالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلاة الجماعة في المساجد. وكذلك شرع لهم اجتماعاً أكبر أسبوعياً، وهو أن يجتمع أهل البلد، أهل البلد ليس أهل الحارة، أهل البلد في مسجد واحد لصلاة الجمعة، لصلاة الجمعة. فيجتمعون في مسجد واحد إلا إذا دعت الضرورة إلى تعدد الجوامع، فتتعدد الجوامع بقدر الضرورة. أما ما لم يكن هناك ضرورة فإن اجتماعهم في مسجد واحد لصلاة الجمعة هو المشروع، وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يجتمعون في مسجده الشريف ويصلون معه الجمعة، إلا من كان بعيداً فإنهم البعيد منهم يكونون لهم مسجداً يصلون فيه الجمعة. فلا تتعدد الجوامع في البلد إلا لحاجة أو ضرورة، مما يدلنا على أن الله يريد لنا الاجتماع، وشرع لنا اجتماعاً سنوياً في البلد، وهو الاجتماع لصلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. فيجتمع الناس في البلد لصلاة العيد في صحراء قريبة من البلد إذا أمكن ذلك، وإلا إذا لم يمكن وجود صحراء فإنهم يصلونها في الجوامع كما كانوا يصلون العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يصلونها في المسجد الحرام. وإلا فالأفضل أن يصلوها خارج البلد وأن يبرزوا لله عز وجل لهذه الشعيرة العظيمة، مما يدل على أن الله يحب لعباده الاجتماع مهما أمكن، لأن هذا يربط بعضهم ببعض، وأيضاً أن بعضهم يألف بعضاً، وأنهم يتفقدون المتخلف فيزورونه إن كان مريضاً، أو ينصحونه إن كان متكاسلاً حتى يلتحم الاجتماع بين المسلمين. ثم إنه شرع لأهل الأرض من المسلمين اجتماعاً أكبر، وهو الاجتماع يوم عرفة، الاجتماع في صعيد عرفات اليوم التاسع لأداء شعيرة الحج. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ثم ما بعده من اجتماع في مزدلفة وفي منى
هذا تابع وتكرار للاجتماع الذي بدأ في يوم عرفة. ومن الحكمة في ذلك تعارف المسلمين والتقاؤهم وتآلفهم فيما بينهم. فالإسلام يحرص دائما على الاجتماع بين المسلمين في العبادات وفي أي مناسبة يجتمعون، فإن الاجتماع مطلوب، إلا الاجتماع على الشر وعلى هذا منهي عنه، ولكن الاجتماع المباح أو الاجتماع المستحب والمشروع أو الواجب هذا اجتماع طيب تحصل به مصالح. فلو أن المسلمين تفرقوا في بلدهم وفي بلدانهم ولم ير بعضهم بعضا حصل التشتت بين الأمة. ومن ذلك أن الله أمر بالاجتماع تحت طاعة ولي أمر المسلمين، فإن الاجتماع تحت طاعة ولي أمر المسلمين أمر واجب ومتأكد، ألا يجوز ترك اجتماع الكلمة اجتماع المسلمين لأي غرض من الأغراض. قال صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه النصيحة قال أوصيكم بتقوى الله، طلبوا منه الوصية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف يعالج، الاختلاف يحصل من طبيعة البشر، الاختلاف يحصل ولكنه يعالج بما يزيله، ومما يزيله السمع والطاعة لولي الأمر. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة لمن؟ لولي الأمر. وإن تأمر عليكم عبد، لا تنظروا إلى شخصه أو إلى نسبه ولكن انظروا إلى منصبه ومقامه ومكانه. إن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالذي يقي من هذا الاختلاف الكثير هو السمع والطاعة لولي الأمر فيما أحببت وفيما كرهت. فالذي يطيع ولي الأمر فيما يحب ولا يطيعه فيما يكره هذا ليس بمسلم، فيما يكره من أمور الدنيا هذا ليس بمسلم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أو ما سخطوا إلا من أجل الطمع، إذا لم يحصل لهم يسخطون على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلمزهم الرسول بالصدقات ما هو من أجل أنهم ينتقدون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من أجل أنهم قد لا يعطون منها. والمسلم يرضى إن أعطي وإن لم يعطي، يرضى بطاعة ولي الأمر لما في ذلك من المصالح العظيمة. فطاعة ولي الأمر هي الواقية بإذن الله
من الاختلاف والانشقاق، تفرق الكلمة، لا سيما وأنتم تعلمون أننا نعيش الآن في وقت فتن وشرور، والعدو يريد أن يشتت جمعنا وأن يفرق بيننا، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. فإذا حصل هذا انقطع طمع العدو فينا، أما إذا وجد العدو فينا ميلاً إلى الخلاف والانشقاق فإنه يوسع ذلك، لأنه لا يحب لنا الخير، إنما يحب لنا الشر، والشر في الاختلاف. حتى في العبادات إذا حصل من ولي الأمر فعل شيء من العبادة قد لا يرتضيه البعض الآخر، اختلاف المذاهب مثلا السنية، اختلاف المذاهب في المسائل الاجتهادية، هذا لا يجيز التفرق، بل يجتمعون وإن اختلفوا في بعض المسائل الفقهية الاجتهادية. ولذلك تجدون والحمد لله أهل المذاهب الأربعة السنية كلهم جماعة واحدة، الصحابة يكون بينهم الاختلاف في الاجتهاد، ومع هذا يعذر بعضهم بعضا ويجتمعون فيما بينهم، ولا يوجب الاجتهاد في المسائل الفقهية، لا يوجب أنهم يتفرقون يتعصبون، كل واحد يتعصب. فالحنفي يصلي خلف المالكي والشافعي والحنبلي، كذلك العكس والحمد لله، وهذا تجدونه ولله الحمد ظاهرا في أهل السنة، وهو متسلسل من القديم. لما حصل من عثمان رضي الله عنه اجتهاد فقهي في عدم القصر في منى، كان يتم الصلاة، والسنة قصر الصلاة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمير المؤمنين اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، فأتم الصلاة في منى، وهذا والحمد لله أمر طيب واسع، فالمسافر يجوز له أن يقصر وأن يتم. القصر إنما هو سنة في السفر ليس واجبا، فمن أتم فصلاته صحيحة. أتم عثمان رضي الله عنه، الصحابة لم يتركوا الصلاة خلفه وهم يرون القصر، فأتموا الصلاة خلف عثمان رضي الله عنه لأجل جمع الكلمة، ولأن هذا اختلاف لا يضر والحمد لله، هو داخل في دائرة الاختلاف المحمود الاجتهادي، فصلوا خلفه وأتموا الصلاة. ولما قيل لابن مسعود رضي الله عنه كيف تصلي خلف عثمان وهو يتم الصلاة وأنت ترى القصر، قال يا ابن أخي الخلاف شر، قال يا ابن أخي الخلاف شر، فلأجل المصلحة العظيمة تنازل عن رأيه رضي الله عنه إلى رأي عثمان، مع أن عثمان ولي أمر أيضا لا يجوز الاختلاف عليه،
لأنهم لو لم يصلوا خلفه لاحتج بهذا من يحتج في مخالفة ولاة الأمور، فهذا من الفقه في الدين. فالمسألة إذا كانت من هذا النوع فلا يجوز التفرق بسببها أو التعصب لرأي فلان وعلاه، حتى وإن كنت ترى أن مخالفك رأيه مرجوح ورأيك هو الراجح، فأنت تتنازل وتصلي معه لأجل جمع الكلمة وإزالة الشقاق. هذا مثال من الأمثلة التي لا توجب التفرق بين المسلمين. والآن نجد من بعض طلبة العلم وفقهم الله، نجد منهم كما تعلمون انقساما، وتجدون بينهم شجارا وتجريحا وغير ذلك. بسبب إيش؟ بسبب أن فلانا أخذ برأي اجتهادي له مسوغ، برأي اجتهادي له مسوغ. هذا لا يوجد، وإن كان المرجوح إذا اجتمع عليه المسلمون وإن كان مرجوحا فإن المصلحة في أن توافق المسلمين عليه ما لم يكن مخالفا لكتاب الله، سنة رسوله، مخالفة واضحة صريحة. فالأمر واسع ولله الحمد. لا يجوز لطلبة العلم أن يظهر بينهم هذا الشقاق من أجل مسائل يتسع لها الرأي ويتسع لها الاجتهاد، وأن مصلحة اجتماع الكلمة تغلب على الميل مع الاجتهاد الآخر. فهذا مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، فلنتنبه له. الله جل وعلا قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لا يزالون مختلفين، هذا بين الناس بني آدم، الخلاف من طبيعة البشر. إلا من رحم ربك، وهم الذين لم يختلفوا، حتى وإن كان بينهم شيء من الاجتهاد الذي فيه نظر فإنهم لا يختلفون. إلا من رحم ربك. من رحم ربك من هم؟ هم أهل الاجتماع الذين لم يختلفوا. إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا، وإن حصل بينهم اختلاف في المسائل الاجتهادية فإنهم يجتمعون جميعا. وذلك أيضا اجتماعهم، ومن ذلك أيضا اجتماعهم مع ولي الأمر، اجتماعهم مع ولي الأمر. فمن رحمة الله أن المسلمين يجتمعون مع ولي أمرهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يكون من بعض الولاة من بعده من بعض المخالفات وبعض الأمور التي تؤخذ عليهم، قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فالاجتماع مع ولي الأمر المسلم أمر مطلوب وواجب على المسلمين، ولا يجوز التفرق في هذا
الاختلاف، لأن هذا يفرح الأعداء ويفتح الباب على المسلمين ويتطور إلى أن يكون اختلافاً مسلحاً. أحسماً لهذا نتنازل عن آرائنا إلى آراء أو رأي ولي الأمر ما لم يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله، ما دام له احتمال متسع فإننا ننزل عليه جمعاً للكلمة. قال: ولذلك خلقهم، الله خلقهم للاجتماع ولم يخلقهم للتفرق، ولذلك خلقهم، خلقهم للاجتماع على طاعته وعبادته، وإن اختلفوا في بعض النظريات التي لها وجه من النظر. فيجب أن نتنبه لهذا. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا يكفي أنك تعرف الخير فقط، لا بد أن تعرف الشر من أجل أن تجتنبه، لأنك إذا جهلت الشر تقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فتعرف، هذا ما أراده حذيفة رضي الله عنه يوم يسأل عن الشر، ما هو محبة للشر ولكن من أجل أن يتبين له ماذا يعمل في هذا الموقف. كنت أسأله عن الشر ليه؟ مخافة أن يدركني. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من النقص والاختلاف، فقال له حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين إذا حصل فتنة واختلاف وكلام بين الناس كما يحصل الآن، فإنك تلزم إمام المسلمين وجماعة المسلمين لأجل أن تنجو من ذلك، أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال حذيفة: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني وجد الاختلاف ولم يكن هناك جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا يدل على أن الإنسان لا يدخل في الفتن مهما استطاع أن يتجنبها، لا يدخل في الفتن بل يعتزل الفتن بأي حال من الأحوال ولا يدخل فيها، هذا أسلم له. وذلك بأحد أمرين: إن كان هناك جماعة للمسلمين وإمام للمسلمين فليكن معهم ينجو من الشر والاختلاف، وإن لم يكن جماعة، الأمر الثاني، إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالحل أنك تتجنب أهل الفتن والفتن لأجل أن تسلم بنفسك، ولو مسك في ذلك ضرر في نفسك، ولو أن تعض على أصل شجرة، على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الحاصل أن المسلم يلاحظ هذا. وليس من لازم ولي أمر المسلمين الكمال، أن يكون كاملا، هناك نقص، هناك ملاحظات، هناك مخالفات،
ولكن ما لم يصل الحد إلى الكفر فنحن مأمورون بالسمع والطاعة له، ما لم تروا كفرا بواحا، ما لم تروا كفرا بواحا. ما أقاموا فيكم الصلاة فإنه تجب طاعتهم والانضمام إليهم لما في ذلك من الخير الكثير للفرد والمجتمع، لما يتوفر فيه من الأمن والاستقرار، ويتوفر فيه من المصالح العظيمة. أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وليس المراد أنه لا بد أن يكون ولي الأمر لا ولاية عامة على المسلمين كلهم، هذا قد يتعذر، وتعذر من عهود طويلة من سقطت الدولة العباسية والناس المسلمون متوزعون في الأقاليم والبلاد، وكل إقليم وكل بلاد كبيرة عليها وال من المسلمين، هناك ولاة كثيرون من المسلمين، كل واحد يقوم على ولايته وعلى إقليمه. نعم، أهل الإقليم وأهل البلاد يطيعون ولي أمرهم، والآخرون يطيعون ولي أمرهم. هذا كان في المسلمين موجود منذ سقطت الدولة العباسية، والمسلمون دول إسلامية، فعلى كل من كان تحت دولة أن يطيع ولي أمرها وأن يلزم جماعتها، هذا ما عليه المسلمون. لأن في من يطالب الآن بولاية الأمر العامة ويقول ما في سمع طاعة إلا إذا كان ولي الأمر ولي عام، مثل ما كان على عهد الرسول والخلفاء الراشدين ودولة الأموية. نعم، لو يحصل هذا طيب، لكن انتهى هذا ولا يحصل الآن. نترك السمع والطاعة حتى يأتي هذا ونتفرق ونتناحر ونتقاتل ويتدخل العدو بيننا؟ نقول ننتظر الولاية العامة؟ لا، ما يجوز هذا، ولا يقوله أحد، إلا إما إنسان ليس فيه إيمان، أو إنسان ليس عنده علم ولا فقه في دين الله عز وجل. يعني بعد سقوط دولة بني العباس ظل المسلمون في كونهم يطيعون ولاة أمورهم، هل ظلوا؟ نسأل الله العافية، ما ظلوا، هم يسيرون على هدى والحمد لله. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يدرك الأمر كله لا يترك كله، هذه مسألة يجب التنبه لها، لأن فيه من يخالفها إما عن تعمد وإما عن جهل، فيجب أن نعرف هذا. فتجب طاعة ولي الأمر لما في ذلك، ما هو من أجل مصلحة ولي الأمر كما يتصور بعض الناس، بل من مصلحتنا نحن، المصلحة ترجع إلينا. ولي الأمر ما عليه إلا التعب، عليه إلا الأخطار، أعانهم الله وسدد خطاه. نحن الذين نرتاح في الأمن والاستقرار والراحة، أما ولاة الأمور فهم يتحملون التعب والمشاق، ولكن الله جل وعلا بعثهم لنا رحمة بنا، فعلينا أن نعرف هذا وأن نتذكره. وهذا مذكور في عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن أصول أهل السنة والجماعة طاعة
ولي الأمر المسلم، وإن كان عنده تقصير، وإن كان عنده مخالفات، وإن كان عنده شيء لا يصل إلى حد الكفر والخروج من الإسلام. سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له: إن فلاناً تقياً، فلاناً إن فلاناً تقياً مستقيماً في دينه، لكنه ضعيف في رأيه، وإن فلاناً قوي في رأيه، ولكن عنده ضعف في الاستقامة، أيهما يصلح للولاية؟ قال: الذي عنده رأي قوي ولو كان ضعيفاً في بعض الأمور الدينية، لأن ضعفه على نفسه وقوة رأيه للمسلمين. هذا هو الفقه في دين الله، هذا هو الفقه في دين الله، فيقدم ذو الرأي السديد والسياسة الحكيمة، وإن كان ليس على استقامة تامة، ما لم يصل إلى حد الخروج من الإسلام، يقدم على غيره، لأن ضعف التقي على المسلمين، ورأي العاصي السديد هذا للمسلمين، فينظر إلى هذا. لهذا كان المسلمون في مختلف العصور يطيعون ولاة الأمور على ما فيهم من النقص وعلى ما فيهم من الملاحظات، كانوا يطيعون ولاة أمورهم، لأنهم أخذوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم لقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الذي يقي من هذا الاختلاف؟ هو لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا يقي من الاختلاف، هذا يوفر الأمن والاستقرار، والحمد لله. فعلينا أن نفهم المسائل على وجهها، وألا نذهب مع الغيرة الشديدة. والغيرة طيبة، ولكن لابد تكون الغيرة على فقه وعلى عقيدة صحيحة، ما تكون غيرة مطلقة كذا. فإن أهل الخوارج عندهم غيرة، عندهم دين وعبادة، ولكنهم ليسوا على فقه في دين الله، فلذلك حصل منهم ما حصل، وهم يصلون الليل ويصومون النهار، ولكنهم عندهم شذوذ في الرأي، يخالفون فيه حتى الصحابة، خالفوا الصحابة، خالفوا التابعين، بسبب ما عندهم من الشدة ومن الغيرة الشديدة وعدم الفقه في دين الله. فالغيرة والدين مع عدم الفقه هذا ضرر على الإنسان، يكون الإنسان عنده فقه أول شيء في دين الله، تنزيل الأمور في منازلها. الغيرة إذا كانت مرشدة بالفقه في دين الله كانت صحيحة ومنتجة، أما إذا كانت على غير فقه بل فيها اندفاع فهذه تضر ولا تنفع. فعلينا أن نفقه هذا الأمر، فإننا بحاجة إليه، ولا يتم هذا إلا بدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة، لا بد من دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة على يد العلماء، لا على أيدينا نحن أو على أيدي المتعالمين، بل لا بد أن نأخذ عقيدتنا عن أئمتنا وعن علمائنا حتى نكون على بصيرة وعلى بينة من أمرنا، وأن تكون غيرتنا مرشدة نستفيد منها ويستفيد منها غيرنا، لا تكون اندفاعا يقتلنا ويقتل غيرنا ويفسد أمرنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله وبارك فيكم. وردت أسئلة كثيرة ومتنوعة. من الأسئلة، هناك مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ، يسأل أصحابها عن ضوابط التعامل مع وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة، ونصيحة خاصة لطلبة العلم في التعامل مع هذا الباب، وما يتعلق في نشر الرسائل الدينية أو الأخبار والإشاعات غير الموثوقة. لا شك أن وسائل التواصل الحديثة أنها تنوعت تطورت، وهي سلاح ذو حدين، من استعملها في الخير استفاد منها، ومن استعملها في الشر تضرر منها وضر غيره، فهي سلاح ذو حدين. طيب، من الذي يميز لنا الحد طيب من الحد السيء؟ هذا لازم من الرجوع إلى أهل العلم. لا نتواصل مع هذه الوسائل بدون فقه وبدون علم، حتى نأخذ منها ما يصلح ونترك منها ما يضر، لأن فيها دس كثير، فيها تشهير وسب للمسلمين باسم الغيرة وباسم إنكار المنكر وباسم، فلا بد من كان عنده علم بصيرة يأخذ منها ما ينفع ويترك منها ما يضر، ومن لم يكن عنده بصيرة فليتجنبها يبتعد عنها، يؤثر السلامة على الغنيمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يسأل عن كيفية إنكار المنكر الذي يصدر من المؤسسات أو الأخطاء من المؤسسات الحكومية، وهل يصح إنكار بعضهم على ذلك علنا من خلال خطابات علنية تعلن؟ هذا شيء وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن كيف ننكر المنكر بهذه الخطوات العظيمة: من كان يستطيع تغييره باليد كالسلطان أو نائب السلطان فإنه يزيل المنكر بيده ويؤدب العاصي، هذا من حق السلطان أو المحتسبين الذين نصبهم السلطان. فإذا لم يكن عندك سلطة ورأيت منكراً مخالفاً للحق، ما هو بوهم ولا توهم أنه منكر وهو ليس بمنكر، إذا تحقق أنه منكر وأنت ليس عندك يد ولا سلطة تنكره بلسانك، إن أعطاك الله علماً وأعطاك الله بياناً بلسانك بالمناصحة، تنصح العصاة، تنصح المخالفين بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، تبلغ عنهم ولاة الأمور، تبلغ عنهم رجال الحسبة إذا كان في رجال حسبة تبلغ عنهم، هذا من الإنكار باللسان. إذا لم يكن عندك علم ولا مقدرة باللسان فأنت تنكر المنكر بقلبك، ما ترضى بالمنكر أبداً، لا بد من إنكار المنكر، لكنه درجات بحسب الاستطاعة. فإذا لم يكن عندك سلطة ولم يكن عندك علم وبيان فتنكر المنكر بقلبك، كل مؤمن من العام والعالم كلهم يستطيعون الإنكار بالقلب، هذا ما يعجز عنه أحد، تنكر المنكر بقلبك.
فتبتعد عن المنكر وأهله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فابتعد عن مجالس المنكر ولا تقول أنا منكر بقلبي، ما هو ضارا، أنا أنكرت عليهم ولا امتثلوا، أبقعد معهم، أنا أديت اللي علي. نقول لا، ما يجوز لك تقعد معهم ما دام أنهم لم يمتثلوا ولم يقبلوا واستمروا على المنكر، فابتعد عنهم إلى مجلس آخر حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهناك أسئلة تشير إلى تأثر بعض الصغار من الشباب بفتنة الخروج وفتنة التكفير، وما يتعرض، وزاد من ذلك ما يتعرض له بعض الدول الإسلامية الآن من فتن وحروب أثر في عقولهم لرواج هذه الفتنة، فما توجيهكم في ذلك؟ نعم، هذا واقع موجود، ما حصل في الدول هذا موجود، لكن ليس علاجه أننا نثور على مجتمعاتنا وأننا ننكر المنكر من غير روية ومن غير فقه في دين الله. إنكار المنكر قد يكون هو المنكر، إذا كان إنكار المنكر على غير الطريقة الصحيحة فهو المنكر، وهو أعظم من المنكر الحاصل. فإنكار المنكر له حدود وضوابط، إذا لم تستطع يا أخي اعتزل المنكر، اسكت وابتعد عن مواطن الشر، اسلم بنفسك، هذا هو الفقه. وما حصل من التباس الأمر على الطلاب هذا نتيجة لأن المقررات ليس فيها إشارة إلى هذه الأمور، مقررات ضعيفة يا أخوان، ما فيها أصول أهل السنة والجماعة كيف تعالج الأمور. لا بد أن يعاد النظر في المقررات والمناهج الدراسية من الأولى ابتدائي إلى آخر سنة في الدراسات العليا، يعاد النظر فيها تكون كما كانت في الأول، مناهج ثمينة منتجة. أما أن تكون ضعيفة وهزيلة ويقال فيه من يقول لا تدرس أولاد المسلمين التوحيد لأنهم مسلمون، درس المسلم التوحيد. طيب المسلم يجهل التوحيد ويجهل كثير من مسائل التوحيد، لازم أنك هو أولى بالتدريس من غير المسلم، أن تفقها، أن تبين له كيف يسير في عقيدته، فلا بد من هذا الأمر. أنا أقول هذا نتيجة لضعف المناهج وضعف المقررات أو ضعف المدرسين، فلا بد من النظر في الأمرين، النظر في المناهج تعود إلى أول ما كانت، ثانيا المدرسين الذين عندهم كسل أو قصور أو عدم فقه يستبدلون بغيره، ولا نبقى على هذا الوضع الذي يسير بنا إلى ما لا تحمد عقباه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل بعضهم يقسم الحكام إلى نوعين، حاكم مسلم شرعي تجب له البيعة، وحاكم مسلم غير شرعي لا تجب له البيعة، كلاهما مسلمان ولكن الثاني ظلمه وذنوبه أكثر، فهل هذا التفريق صحيح؟ هذا ما هو من شأن كل واحد، مسألة البيعة ومسألة هذه ما هي من شأن كل واحد، البيعة من شأن أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب الرأي، هم الذين يتولون البيعة، وأما البقية من المسلمين فهم تبع لها. ما هم من شرط أن يكون كل مسلم بايع، المرأة تبايع والبزر يبايع، لا، ما كان هذا في الإسلام. إذا بايع أهل الحل والعقد وهم أهل العلم أولاً وأهل الرأي وأهل السياسة بايعوا،
ولي أمر يجب على البقية اتباعهم، والمسلمون يد واحدة وجماعة واحدة. هذا هو تنصيب ولي الأمر في الإسلام، ما هو بالانتخابات ولا وكل له رأي وكل، ما يصلح هذا. هذا يرجع، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يلوكون في مجالسهم وكل واحد يبي يحل المشاكل وكل واحد يبي يتولى الدخول في المشاكل. هذا ما يصلح، فوضى، هذه فوضى. هذا يسند إلى أهل الحل والعقد. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه فيما بينهم وصار حديث المجالس وكل واحد يبدي رأيه فيه. الجاهل والمنافق والعالم ما يصلح هذا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالأمور العامة لا يتدخل فيها العوام ولا يتدخل فيها الكل، إنما هي من اختصاص أهل الحل والعقد من المسلمين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يشير إلى وجود ظاهرة عند بعض الأسر التي تستقدم الخدم تجعل عليها آلة التصوير بحيث تراقب الخادمة في الفترة في الأشهر الأولى، فهل يجوز لهم ذلك؟ التصوير لا يجوز، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، أخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يوم القيامة تجمع الصور التي صوروها فيعذبون بها في نار جهنم، يعذب في كل صورة صورها والعياذ بالله، ويؤمر أن ينفخ فيها الروح. هل يقدر أحد على نفخ الروح إلا الله؟ ولكن هذا من باب التعذيب والتعجيز لهم. لا يجوز التصوير إلا للضرورة، للضرورة التي لا بد منها. أما غير الضرورة، التصوير للفن، التصوير للاقتناء والذكريات، هذا ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة، يقول لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قبر مشرف يعني مرتفع، هذا غلو في القبور، إلا سويته مع القبور ولا يكون له ميزة وارتفاع. هذا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، وعلي رواه للأمة وهو موجود في صحيح مسلم: ولا تدع صورة إلا طمستها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك في بيته شيء فيه تصاليب، يعني صور صليب، إلا نقضه، يطهر بيته من الصور، إلا الصور الضرورية التي لا بد منها. فهذه تجوز للضرورة، ويجوز الاحتفاظ بها للضرورة. أما ما عداها للهواية، للذكريات، للفن، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والملائكة كما في الحديث الصحيح: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. إذا لم تدخل الملائكة في بيتك تدخله الشياطين، لابد. إذا لم تدخله الملائكة دخلته الشياطين، فإذا دخلت الملائكة لم تدخل الشياطين، لأن الملائكة والشياطين لا يجتمعون أبدا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إني شخص ابتليت بالذنوب في الخلوات، فهل من نصيحة في ذلك؟ التوبة، عليك بالتوبة. تخشى، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بالغيب يعني إذا غابوا عن الناس، يخافون الله إذا كانوا ظاهرين، ويخافون الله إذا كانوا مختفين، لأنهم لا يراقبون الناس إنما يراقبون الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: في القرآن الكريم آيات عديدة تأمرنا بالتفكر والتدبر، فهل لذلك من حدود؟ نعم، التدبر مطلوب لكل أحد، للعامي والعالم والمتعلم، ولكن التدبر المطلوب هو تدبر العلم، يعني التدبر أن تتعلم كتاب الله وأن تتعلم معانيه من كتب التفسير وعلى يد العلماء، تتعلم معاني القرآن وتفسير القرآن من التفاسير الموثوقة ومن عن طريق أهل العلم ودروس أهل العلم، تعرف معاني القرآن الكريم. أما أن تفسر القرآن بدون أن يكون عندك علم فهذا لا يجوز، هذا حرام. من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على الثبات على السنة؟ أول شيء سؤال الله عز وجل، تقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الرسول كان يقول هذا وهو معصوم عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يأمن أن الله جل وعلا يغير عليه، فيقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الدعاء أول شيء، الدعاء. ثانيا التعلم، تعلم العلم النافع الذي تعرف به الحق من الباطل والهدى، من الضلال والخطأ من الصواب، تتعلم على أهل العلم وفي مدارس العلم ومجالس العلم، هكذا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا سائل يقول: ما هو علاج ضعف الهمة في طلب العلم وفي أداء الأعمال الصالحات؟ ما في شك الإنسان يكون عنده كسال ويكون عنده خمول، لكنه يصبر على طلب العلم، يصبر على المشقة. العلم هو يؤخذ بالراحة، ويؤخذ العلم مع المشقة والصبر، تحمل على ذلك، ويصبر ويكون عنده عزيمة ورغبة في طلب العلم، ويصبر على مشقة الطلب وطول المدة. نعم. يقال إن رجلا يطلب العلم وأشكلت عليه مسألة عاجز عن حلها مع كل الوسائل التي بذلها، فأراد أن يستسلم لليأس، بينما هو مستلق على ظهره وإذا بنملة تحمل معها شيئا وتصعد الجدار، كل ما شارفت على الوصول سقطت، ثم تعود مرة ثانية وتحمل، تعود مرة ثالثة، المرة الأخيرة صعدت. قال: سبحان الله، هذه نملة ما أيست، تحملت المشاق حتى وصلت إلى مطلوبها، أنا لا أصبر مثلها. فصبر فظفر وأدرك مطلوبه. نعم. ولا الشاعر يقول: اطلب العلم ولا تضجر، فإن آفة العالم أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره على الصخرة الصماء قد أثر. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هناك مجموعة من الأسئلة تشير إلى سؤالهم عن حكم شراء السيارة من البنك الذي يمتلكها أقساطا. لا بأس بذلك إذا كان البنك أو غير البنك، كل من يملك سيارة ورأيتها لك أن تشتريها منه بثمن حال أو مؤجل، مجموع أو مقسط، أحل الله البيع، هذا حلال والحمد لله. نعم. جهاز الميكروفون.
يقول السائل: إذا ظهرت مخالفة من البعض في أمور العقيدة، ما هو موقفنا منه؟ المناصحة والبيان له أن هذا خطأ والصواب كذا وكذا، وإرشاده إلى المصادر الصحيحة من مصادر العقيدة. نعم. وهذا سؤال شيخنا، يقول صاحبه: هل من وصية لأئمة المساجد وخطباء الجمعة؟ نعم، أئمة المساجد في الحقيقة موجهون ومدرسون، هم مدرسون، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بالإمامة والخطابة على الوجه المطلوب رجاء الثواب، وأن يصبروا على المشقة، وأن يختاروا المواضيع التي يحتاجها الناس ويحسنوا عرضها، يحسنوا عرضها عليهم. يهتم بخطبة الجمعة اهتمام عظيم، ما هو بالمقصود كلام يقال وينتهي، مقصود كلام له معنى وله فائدة. كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات مباركات، وكانت تؤثر في المسلمين، ما هو بالكلام على طول الخطبة والكلام على موضوع الخطبة وعلى تأثير الخطبة، هو المطلوب. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لعلنا نختم بطلب نصيحة، بارك الله فيكم شيخنا، لأخواتنا النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوصايا في القرآن منها ما هو عام للرجال والنساء، مثل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا عام للرجال والنساء. يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا عام للرجال وللنساء. ومنه شيء خاص بالنساء فيما يختص بالنساء، مثل الحجاب، مثل القرار في البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة مع الانضباط والتستر، مسائل خاصة بالنساء. الله جل وعلا وجه إلى النساء أوامر ونواهي تختص بهن: قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال: واتقوا الله جميعا أيها المؤمنون. هذه وصية عامة للرجال والنساء، اتقوا الله، اتقوا الله أيها جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات. فالأمر منه ما هو خاص بالرجال، ومنه ما هو خاص بالنساء، ومنه ما هو عام للرجال والنساء، وعلى كل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن ينفذ أوامر الله التي وجهت إليه. فالنساء موجه إليهن خطابات يجب عليهن امتثال هذه الخطابات، توجيهها والتزامها، لأنهن مسؤولات عن ذلك.